الاعاقه كامله بان شليه الاعاقه تسول على قدام خيبه ماشي اعاقه يدك اللي كنتي كتخدمي بها صافي راه مشات واش غتخدمي الاعاقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جينا اليوم للعماله ديال المدينه على حساب الناس ديال الصم والبكر. عندهم مشكل. ما هو المشكل؟ المشكل ديال الحافله. كيهينوهم هاد الفئه ديال الصم والبكر. كيهينوهم خلص ما تركبش الطوبيس ماشي ديالك الطوبيس ماشي ديالك خلص. كيقولوا عليه لاكار هادشي راه محشومه وعار عيب حشومه. الملك محمد السادس ما كيهينش هاد المعاقين كلهم كيحبهم كلهم كيبغيهم لا الحسن الثاني ولا الله الاول كلهم معاقين كيحبهم جلاله الملك والاب ديالو الحسن الثاني رحمه الله. علاش هاد الناس هاد المسؤولين ما كيشوفوش هاد الناس؟ علاش كيوركوا عليهم؟ علاش انا ما خدامين يقراو ما خدامينش والدي متاكل الله يحسن عليهم. حنا كنطلبوا من المجتمع هاد الناس هادو يديروا لهم شي حل. راه حشومه وعار راه حتى شي حاجه ما كيفاش راك الدول فرنسا اسبانيا فرنسا امريكان غاليا كلهم تحكوا على المغرب حشومه. علاش حشومه؟ هذا كيقول هذا الولد هذا كيقول فيها محشومه. شنو هما المشاكل اللي عندك؟ هذا كيطلع الطوبيس كيقلعوا له البطاقه ديالك ومع امه. علاش؟ المطالب ديالهم مطالب ديالهم مطالب. هادي راه عندها ثلاثة الدراري ثلاثة بحال هكا. ما بغيناش يرفضونا النقل. ما بغيناش قال لك يرفضونا كيقلعوا لنا البطاقة وكيرفضونا. راه حشومة حشومة وعار. مطالب ديالهم خلوا لينا النقل. حتى هي راه ما كنهضرش شنو هما المشاكل؟ حنا مزيرين الله يحسن العوان ما عندناش شاي ونخلصوا في الطوبيس غادي جدا نخلصوا بدا يشرقوا لينا في الاوراق يلوح البطاقه ديالو حولينا. حنا قال لك في المغرب راه حشومه عيب وعار هادشي اللي عندنا في المغرب. هذا هو اللي كاين. هاد الطلبات ديالهم اخويا هما الطوبيس ما باغيش يخلصوا فابور متفقين باش يبداو يخلصوا راه حشومه عيب وعار. هادشي راه ما تقبلش حتى شي حد. وتحياتي وكنطلب من صاحب جلاله يعني يسمع هاد الصوت ويشوف هاد الفئه هادي ما يخليهاش تهرب من هذيك النار. هذا هو اللي كاين. راه المتعلم ما عندهمش هذا هو اللي كاين. وهذا بالك هو هذاك حنا مرجع تعاود لك عندنا البطاقه قال لك كيقلعوا لينا قال لك شدوا قال لك وشدوا له حطوا له الزبل البطاقه. شوف داري مين شوف داري مين شوف داري مين يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين تعال شوف داري مين تعال شوف داري مين اخواني اخواتي كيمنعونا بعد ما كنا كنتمتعوا بحقيتنا وبالمجانيه ديال الحق ديال النقل الحضري اكثر من 30 سنه هذه كنتفاجئوا بهذا الشارع بهذه الشركه ديال عرفه تخدم حصه اسد من النقل الحضري في المملكه المغربيه واللي صادرت حقنا في النقل الحضري اللي كنا كنتمتعوا فيه اكثر من 30 سنه هذه. اين المنتخبين؟ اين رؤساء المجالس؟ اين الحكومات؟ واش حنا في المغرب ولا فين؟ كلكم معايا. الله 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 يا بابا المغرب هذا ولا غابة. الله الله يا بابا المغرب هذا ولا غابة. حكومات سعد الدين والحقاره. الله الله يا بابا
خداو منا بطاقة شخص معاق حافلة ازا الشركة اجنبية. الناس خداو لنا البطاقة قالك حنا ما مقتارفينش بها، ما قالوا هما ما داروش معاهم واحد المرسوم، ما طبقوش معاهم واحد القانون مجانية التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة، داروا معاهم قوانين يخلصوا الضرائب ديالهم وكفى. الناس هادو خداو بطاقة اشخاص معاقين، الاخوان ديالنا اللي كيعانوا الاعاقة وتعرضوا لاهانات والسب والشتم من طرف مراق بعض المراقبين، منهم اللي زاد السيده هادي، وفعلا انا منهم. انا طلعت الخط 38 هادي 15 يوم وتخذت لي البطاقه ديالي وتعرضت لبعض الاهانات، فهمتي؟ كل ما كنت انا ساكته حشمت ان عندي بنية عدد 3 سنين ونص، وخفت على نفسية بنتي، كنا غادي نوصل شي حوايج لا تحمد عقباها. من حسن الحظ اني سكت. هاد الناس كيقول لك الوزارة ما دواتش عليهم، الوداديات الجمعيات ما دواوش عليهم، حنا قالك ما عندنا حتى ما علينا حتى شي مشكل. دابا من عبر هذا المنبر واصوات جزاكم الله خيرا اللي كتوصلوا الصوت ديالنا المسؤولين، كنقول لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني واقولها واكررها، المعاني يعاني، المعاق يعاني، المعاق يعاني في صمت، المعاق يطلب منكم مجانية التنقل والصحة والمنحة. حنا كنا كنطلبوا بزاف ديال الحوايج، والآن ولات تخلات منا البطاقة باش ما يبقاش عندنا التنقل. يعني هناك حتى الوزارة دايرة آذان صماء، الوزارة الوصية دايرة آذان صماء لهذه الشريحة. أنا كنقول أخت الوزيرة، الوزيرة جميلة المصلي، نوضي تحركي جزاك الله خيرا، راه عندك مسؤولية، هاد المسؤولية ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصك تنوضي على لا، نوضي على لا وتحركي، راه اليوم دنيا وغدا دين، إلا كانت المسؤولية تعطات لك، راه المسؤولية كلكم راعٍ وكل مسؤول راعٍ عن مسؤوليته، وعند ربكم تختصمون. الإنسان إلا تعطاته واحد المهمة خصو يكون يأديها بالواجب ديالو وبالصدق، ماشي الإنسان بارك وكتشوف بعد وسائل الاعلام ولا التلفازه كيهضروا على المعاق كان المعاق المغربي كيعيش في رفاهيه وفي عز ولباس اللي ما خاصو حتى خير. هادشي كذوب، هادشي اللي كيديروا في التلفازات وكتسمع في الراديو مع التمثيل، راه كيتكرفسوا على المعاق، المعاق راه مكرفس. وهنا كنناديو يا صاحب الجلاله، الله يجازيك بخير، الله ينصرك ويطول في عمرك ويعطيك الصحه، الصحه في الصحه، والله يخطيكم صحه، واللي خطاته الصحه راه حتى حاجه ما عنده. كيتبهدل في هاد البلاد، كيتبهدل من الناس المسؤولين. الان كنطالبوا امام مجلس المدينه، كنطالبوا مجانيه التنقل وبالمنحه ومجانيه الصحه، وشكرا لاصوات، وشكرا لمنابر الاعلام، وشكرا على الحضور اللي هما كيدعمونا نفسيا ومعنويا باش نوصلوا الصوت ديالنا. تحياتي واحترامي لكم الصحافه السلطه الرابعه. شكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.